السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، دائما الجديد، عبر قناه عبد اللطيف القنوري. عندنا واحد الشقه هنايا اللي فيها 76 متر مربع، اللي جات هنايا في كراكشو قريب شارع الاهرام. شارع الاهرام ها هو فين راه، او غير منا مور ديك الدار هذيك قدام مقهى اسيل. المهم غادي نبارطاجيو معكم هذا الفيديو ان شاء الله. هذه الشقه هذه اللي جات في الطابق الثاني اللي فيها 76 متر مربع تيتري. الشقة فيها جوج ديال البيوت وصالون وحمام ومطبخ كما كتلاحظوا. على بركة الله، دائما خوتي الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للشارع كما كتلاحظوا الشارع كبير، هانتوما تشوفوه. كراكشو راه معروف في مدينة بركان ما شاء الله، يعني بالنسبة للمنطقة زوينة على بركة الله. غادي ندخلوا إن شاء الله نشوفوا هاد الشقة هذه اللي جات في الطابق الثاني كما كتلاحظوا. شقه زوينه معونه، عندها البالكو ديالها، عندها جوج ديال البيوت، صالون، حمام، مطبخ كما كتلاحظوا. الباب هي هذه، الدخله ديال المنزل كما كتلاحظوا، الدخله راها واسعه على بركه الله. المهم كما كتلاحظوا غادي نسدوا الباب باش نمشيو ان شاء الله نشوفوا الشقه على بركه الله. كما كتلاحظوا الدروج هما هادو واسعين، الدروج راهم واسعين على بركة الله. بسم الله، الناس اللي كتقلب على الشقة اللي فيها مساحة زوينة 76 متر مربع في الطبق الثاني للدوزيام. ها هي شقة هنايا في كراكشو كما كتلاحظوا على بركة الله. دائما خوتي بارطاجوا الاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناة عبد اللطيف القنوري. وبسم الله، بالنسبة للطابق راه فيه غير زوج الشقات، في هاد الشقة هادي وهاد الشقة هادي. هانتوما تشوفوا الدروج طلع للسطح، هانتوما تلاحظوا كما كتلاحظوا. هانتوما تشوفوا الدخلة ديال الشقة على بركة الله كما كتلاحظوا. بالنسبة للشقة الباب ديالها خشبية كما كتلاحظوا، الزليج ديالها باقي نقي. بسم الله، هنا عندنا بلاكار في الدخله ديال الباب، بلاكار. هنا عندنا الدخله على بركه الله كما كتلاحظوا. عندنا هنايا الصالون، هنا البيوت كما كتشوفوا. حنا غادي نفضلوا نشوفوا الكوزينه الاول اللي جات على اليسار. كوزينه كما كتلاحظوا، نعتذر على الاضاءه، ما كانش اضاءه هنايا. المهم بالنسبة للكوزينة راها بها بالبلاكارات كما كتلاحظوا، بلاكارات زليج حتى الفوق ما شاء الله. بالنسبة للبلاصة ديال الثلاجة ها هي البلاصة ديال الثلاجة، زليج حتى الفوق كما كتلاحظوا. الباب خشبية تاع الخشب كما كتلاحظوا. الكوزينة راها ما شاء الله يعني واسعة، هانتوما تشوفوا الكوزينة تبارك الله راها واسعة، الله يبارك. الصلاصيو كامله ديال الضو كما كتشوفوا، البريزات هانتوما تشوفوا، يعني ما غاديش الى سكنت ما غاديش تحفر ولا دير شي حاجه، كلشي انستالي، كلشي مريقل. هانتوما تشوفوا السخان ديال الماء ها هو انستالي مريقل، بغيت ديروا ديال الضو او كذلك او البريز كما كتلاحظوا. عندنا هنايا الرخام، الرخام اللي تحت عندنا البلاكارات كما كتلاحظوا، تشوفوا بلاكارات كلشي مريقل. هاد لامبول هادي ديال الفوق كما تشوفوا، البلاكارات ديال الزليج لتحت كلشي مقاد. الكوزينة عندها بالكو، البالكو ديالو عنده الباب تاع الألمنيوم. انتم تشوفوا الكوزينة عندها البالكو، بالكو واسع. هنا كاين بريز ديال لابابو هنايا، ماشينا لافي فيها الضو، ها لاشاس ديال الواد الحار قادوس. كاين شباك كما كتلاحظوا، كاين هنايا عندنا سرجم الومنيوم ديال الصاله هذا. انتم تشوفوا الشباك، انتم تلاحظوا كوزينه عندها بالكو. غير باش تشوفوا يعني ندير واحد الدور هنايا، انتم تشوفوا شو نشوفوا الصالون. هنا كاين صالون
انتم تلاحظوا بالنسبه للانستالاسيون ديال التلفازه لي سبوت في القنوت. القبس هنا كاين السامبل اللي عطا واحد الجماليه زوينه. هنا عندنا قوس كما كتلاحظوا. وبالنسبه للصالون عندو هنايا السرجم راه مفيكسي هنا بالاخر، سرجم الومنيوم، سرجم الومنيوم كما كتلاحظوا. نمشيو نشوفوا الحمام. الحمام راه واسع وكبير، الباب ديالو ديال الخشب كما كتلاحظوا. بالنسبه للتهويه كاينه لهيه. هنا كاين الشفشاره ديال الدوش، بلاصه ديال الدوش. هنا كاين لابابو كما كتلاحظوا، هنا كاين لاشاس. وبالنسبه للحمام راه واسع انتما تلاحظوا، زليج راه حتى للفوق. هنا كاين جوج ديال البيوت غادي نشوفوهم جميع تقريبا. البيبان كاع كيف كيف تاع الخشب، وهذا عنده السرجم ديالو كيشوف الشارع. انستالاسيون ديال التلفازة، القبس انتم تلاحظوا بالنسبة للتصميم ديال القبس داكشي زوين ما شاء الله. هنا عندنا السرجم الومنيوم، زليج كما كتلاحظوا، وهنا البيت الثاني حتى هو تقريبا كيف كيف. الباب ديالو حتى هي ديال الخشب تقريبا كاع كيف كيف. وهذا البيت هذا الرئيسي كبير اللي عنده السرجم ديالو كبير تبارك الله. شوف السرجم ديالو ما شاء الله، يعني راه من الفوق حتى لتحت السرجم ديالو كبير، وكيتوفر على البلاكار. البلاكار ديالو 4 ديال البيبان كما كتلاحظوا. ونشوفوا البلاكار تاع الخشب هانتوما تلاحظوا شي حاجه اللي ما شاء الله مخدومه بخير، باين الخدمه تبارك الله ديال النجار. داكشي ما شاء الله شوف خدمه كي دايره، داكشي الا شفت عينا بلي تبارك الله داكشي نقي وخدمه نقيه الله يبارك. هانتوما تشوفوني 4 ديال البيبان والفوق 4. وهنايا انستالاسيون ديال التلفازه، وهنا انستالاسيون ديال الضوء هانتوما تلاحظوا ديال الكوافوزات هنايا وهنايا كذلك هنا تاع الضوء الله يبارك. ايوا هنايا السرجم هانتوما تلاحظوا السرجم باش تشوف البرا يدخل العوين. اذا هذه هي الشقه ديالنا اللي فيها 76 متر مربع تيتري، فيها جوج ديال البيوت وصالون كبير، مطبخ كما كتلاحظوا، وحمام. هانتوما تشوفوا بالنسبه للي بغى هاد الشقه هادي غادي نحط لكم ان شاء الله الرقم ديال التليفون، اتصلوا مرحبا للجميع. والثمن غادي نحط لكم ان شاء الله هنايا في الشاشه، راه قابل للتفاوض. نهودو ان شاء الله مع الدروج باش تشوفوا الدعوه كي دايره. بصراحه منطقه زوينه، كاين الكارم، الناس اللي ساكنين هنايا كامل ديال الخارج. ها انتم تشوفوا الطبق الثاني تبارك الله. اذا دائما حاولوا تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك اشتركوا في القناه عبد اللطيف الحاج النوري باش يوصلكم الجديد. هانتوما تشوفوا الدعوه كي دايره، شوف تبارك الله، شوف الله يبارك. نهاركم مبروك.